مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لوسرين رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان في سويسرا السيد عزيز عبد المجيد الأركاني. أهلا بكم أستاذ عزيز. بداية، الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من موجة نزوح جديدة للروهينجيا في ميانمار، ما الأسباب التي دعت المسلمين إلى النزوح مرة أخرى؟ شكرا للاستضافة. طبعا لو يعني تطرقنا الى الاسباب الجديده التي يعني تؤدي الى نزوح الروهينجا من جديد من اراكان، طبعا هناك عامل جديد الان برز، هو العامل الابرز. تعرفون ان الحكومه البورميه عندما يعني شردت المسلمين من اقليم اراكان، كان هذا العمل يعني بخطط مدبره يعني على مستوى عالي جدا يعني من قبل قياده الجيش البورمي. نعم. يعني هو عمليات القتل والإبادة والتشريد والاغتصاب على نحو ما شاهده العالم كله. ولكن فيما بعد يعني الحكومة البورمية عملت كل ما من ما في وسعها أن لا يعود روهينجا إلى أراضيهم مجددا. ولذلك عملت على المستوى يعني على مستوى الأرض، يعني هناك لوجستيا يعني هيئة الأرض أن لا يعود روهينجا هناك. يعني ثم الان على المستوى السياسي الان الحكومه البورميه تقوم ب يعني بتهيئه الاجواء الدوليه، يعني حتى يقال انه لا يمكن ان يعود روهينجا الى اراكان مجددا. فلذلك الان الحكومه البورميه لجأت الى تكتيك اخر، بمعنى ان هناك الان يعني ميليشيات كما يعني ذكرتم في تقريركم، ميليشيات بوذية تحت اسم يعني الجيش الأراكاني. وهذا الجيش الآن الحكومة البورمية يعني أنشأته هذا الجيش في يعني أحد ولايات بورما في شمال بورما، وقوامه هذا الجيش يعني 7000 جندي. طيب، تحدثنا قليلا عن قلق الأمم المتحدة الذي دائما ما يخرج بين حين وآخر في القضايا الدولية، لكن إذا كانت الأمم المتحدة قلقة بهذا الشكل، لماذا لا تتحرك لوقف أسباب ذلك النزوح برأيك؟ يا أستاذ، الآن نحن نتكلم دائما عن الأمم المتحدة. الأمم المتحدة ما هي الأمم المتحدة؟ هي الدول يعني تتشكل الأمم المتحدة من الدول. نعم. الدول هي إذا لم تقوم يعني لم تحرك القضية يعني لن تتحرك. فلذلك الآن يعني القضية البورمية أو القضية الروهينجية هي يعني الآن لا يعني لا تشكل أي مصلحة بالنسبة للدول يعني ذات الأوزان الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين. فلذلك يعني الطرف الضحية في القضية هي الروهينجا. الروهينجا لا يعني لا يشكل لهم أي وزن. يعني لماذا إذن يرفعون شعار حقوق الإنسان إذا كانوا لا يهتمون؟ نعم، هي مجرد يعني الاشياء شعار حقوق الانسان هي للاستهلاك الدولي. هذه يعني انما هناك يعني طرف ضعيف يعني نعم هناك يوجه هذه مثل هذا الكلام للطرف الضعيف، اما اذا كان هناك طرف قوي او هناك يعني مصالح يعني تستفيد منها تلك الدول، القضيه حقوق الانسان هي قضيه ثانويه لا تشكل لهم اي اهميه. لكن هنا اذا سمحت لي، هناك اتفاقات دوليه وتعهدات رعتها الامم المتحده والدول العظمى لوقف المجازر والانتهاكات ضد الروهينجيا، هل هناك مصالح سياسيه تحول دون تنفيذها؟ هذه النقطه التي كنت ستتطرق اليها قبل قليل. نعم، الان القضيه الروهينجيه يعني هي قضيه يعني واضحه الان امام المجتمع الدولي، يعني عن طريق مجلس حقوق الانسان يعني الان تم يعني تقصي الحقائق هذه القضيه. فمجلس حقوق الانسان اصدر تقرير وافي وشافي ومستوفي بكل الجوانب وبصريح العباره، ومجلس حقوق الانسان اعلن ان هناك جرائم اباده ضد الانسانيه بحق الشعب الروهينجي في اراكان، والمتهمون يعني الحكومه البورميه وعلى راسها جنرالاتها الخمسه. وبالتالي قدم هذا التقرير للمسرح الدولي لمجلس الامن ومجلس الجمعيه العامه والجهات يعني ذات الاختصاص في المجتمع الدولي. ولكن الان اليات توظيف هذا التقرير الان بيد الدول الكبرى. الان يعني عندما صدر هذا التقرير هناك دول يعني اعترض على هذا التقرير مثل روسيا مثل الصين،
وكما ان هناك دول يعني على مضض يعني قبل هذا التقرير مثل الولايات المتحده الامريكيه، فبالتالي الان يعني المشكله القضيه يعني لا تاخذ مجراها بسبب وجود عراقيل من قبل دول يعني ذات اوزان كبيره مثل الصين وروسيا والهند وغيرها، كما ان يعني الدول المحيطه بورما والمعنيه دول الجوار يعني مثل ماليزيا ودول اسيان والاندونيسيا وبروناي تلك الدول ايضا الان يعني القضيه بالنسبه لهم قضيه يعني ثانويه هامشيه. فلذلك عذرا ولكن هنا نقطه، وقوف الدول التي ذكرت بعض الدول العظمى امام محاسبه او محاكمه او ايقاف الانتهاكات الموجوده ضد مسلمي روهينجيا، هل الموضوع ياتي بسبب مصالح مع حكومه بورما او ما الى ذلك، ام ان الموضوع مرتبط بقضايا عقائدية؟ يعني الصين الآن هناك مشاكل أيضا مع المسلمين في الصين، هناك انتهاكات ترتكب بحق المسلمين في الصين، هل الموضوع عقائدي أم الموضوع مصالح ربما يعني انتفاعات من هنا ومن هناك؟ نعم هو يعني الجانبين، هناك مصالح يعني سياسية واقتصادية، هناك أيضا مسألة العقيدة أو يعني تخوف مثل موفوبيا بمعنى الأصح. الآن هناك أيضا من قبل هذه الدول، نعم الآن يعني بالنسبة للصين لها يعني مصالح اقتصادية كبيرة في داخل بورما وجود مواد خام والغاز والبترول، كذلك روسيا الآن يعني تحاول احتواء المنطقة يعني باعتبار على الجيو يعني جغرافيا السياسيه في المنطقه. نعم. يعني هناك عوامل السياسيه ومصالح الاقتصاديه جيوبوليتيك، وايضا المساله الدينيه هي لها يعني ابعاد في القضيه، كما تعرفون الان روسيا فيها ايضا يعني اقليات اسلاميه يعني لم تكن هي اقليات هي بمفهوم الاقليات ويخافون يعني من اسلاموفوبيا، وفي داخل الصين ايضا هناك اقليه يعني الشعب الايغور واقليات اسلاميه اخرى فعندها ايضا توجس، وايضا الهند هي الاخرى يعني الان تحاول يعني تغطي يعني الجرائم بورما بنفوذها وبمكانتها وبيعني تواجدها يعني على مشارف اراكان. طيب. ولذلك عندها ايضا يعني تخوف من المسلمين. نعم. يعني بوجود مشكله كشمير والاقليات المسلمه في الهند، فالاعتبارات الدينيه والمصالح الاقتصادية موجود كلها لها يعني تأثير مباشر يعني بالنسبة للقضية الروهينجية. نعم. السيد عزيز عبد المجيد الأركاني رئيس المركز الروهينجي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.